اللعبة تتأقلم وياك مثل ما أنت تتأقلم وياك. كل رياضة لها يعني خطورتها، حسب خبرتي أن هاي الرياضة أقل خطورة من الرياضات الثانية. بدأت مشواري في الفنون القتال من 2008، حققت ميداليات في لعبة الجوسو من الحزام الأبيض إلى الآن الحزام الأسود. أنا واللاعب عبد الله المنفردي من أول اللاعبين اللي مثلنا فريق الشيخ خالد في بطولة العالم في لاس فيغاس. فنون القتال المختلطة قدرت أحقق المركز الأول في بطولة هند المفتوحة في وزن 77. آخر الميداليات اللي حققتها بطولة لندن المفتوحة، بطولة برلين المفتوحة، قدرت أطلع من هالبطولتين بست ميداليات، ميدالية ذهبية والبقايا فضية. الحمد لله.